هذه الغارات التي هي مستمرة منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة ما زالت تحصد المزيد من أرواح المدنيين والمواطنين. قبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على منطقة غرب خان يونس في يعني المنطقة الجنوبية الغربية من مجمع ناصر الطبي. هذه الغارة أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني نقل أشلاء إلى مجمع ناصر الطبي في ظل استمرار الغارات المتواصلة على أماكن مختلفة ومتنوعة من مدينة خان يونس. ويعني اليوم المدينة منذ فجر اليوم كان هناك سلسلة من الغارات المميتة التي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، ربما كان عنفها حتى هذه اللحظة في منطقة الضابطة الجمركية في محيط المستشفى الأوروبي، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة العقاد. هذا القصف أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد كبير آخر من المواطنين، نقلوا جميعا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس من أجل يعني تلقي العلاج. الشهداء وصلوا أشلاء، ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في المنطقة عن البحث عن مفقودين مفترضين. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على غرب خان يونس على منطقة المخيم الغربي تحديدا في حي المجادلة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل لإحدى العوائل، مما أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية من عائلة شرف، وأيضا أصيب نحو 8 آخرين بجراح من بينهم إصابات خطيرة. ثم جاءت الغارة الثالثة المميتة والتي استهدفت شاب أيضا في المنطقة الغربية من خان يونس وهي جنوب المخيم، مما أدى إلى استشهاد شاب وتم نقله أشلاء إلى مجمع ناصر الطبي. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، كان هناك سلسلة من الانفجارات العنيفة التي ضربت عدد من منازل المواطنين أيضا في وسط مدينة خان يونس وأيضا في المنطقة الشرقية، أي بلدة بني سهيلة وعبسان وخزاعة ومنطقة الزنة. هذه المناطق هي الأخرى شهدت عمليات قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن لا معلومات حتى الآن عن وجود ضحايا أو وجود شهداء أو وجود إصابات جراء هذه الغارات، لأن هذه المناطق هي مناطق عمليات عسكرية إسرائيلية وهناك صعوبة بالغة في وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى هذه المناطق من أجل انتشال الشهداء. لكن هناك محاولات تبذل من قبل مواطنين أو من بعض سيارات الإسعاف التي تحاول الوصول إلى بعض المناطق في ظل يعني إمكانية الوصول إليها، كما حدث يعني عندما تم انتشال شهيدين من منطقة غرب خان يونس من منطقة أصداء حيث تم انتشال شهيدين وجراء استشهادهما في أوقات سابقة من يعني قبل 4 أيام استشهد هؤلاء هذين الشابين وتم انتشالهما إلى مجمع ناصر الطبي. لكن في وسط خان يونس في منطقة بلدة بني سهيلة في منطقة الزنة وخزاعة وعبسان هناك صعوبة بالغة جدا في الوصول إلى هذه المناطق، لأن هذه المناطق هي مناطق خطيرة جدا ومناطق عمليات، وكل من يصل إلى هذه المناطق يتم تعرضه للقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية أو طائرات المسيرة الإسرائيلية. بشكل عام الأوضاع صعبة ومتصاعدة في مدينة خان يونس في ظل يعني استمرار عمليات القصف واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى استمرار الاشتباكات المسلحة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محوري شمال خان يونس وأيضا منطقة شرق خان يونس. هذه المناطق التي شهدت منذ فجر اليوم اشتباكات عنيفة وسمعنا أصوات انفجارات وعمليات إطلاق نار متبادل كثيف جدا بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. أيضا يعني في بيان صادر عن وزارة الصحة قالت أن 390 شهيدا و734 إصابة في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، وهي الساعات التي تم قطع بها توقف بها شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة. وقالت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 20,057 شهيدا، بالإضافة إلى 53,320 جريحا منذ 7 أكتوبر. هذه الأرقام أرقام الشهداء سواء كانوا الإحصائية الإجمالية هي بارتفاع
أو الإحصائية اليومية والميدانية لمحافظات قطاع غزة، سواء كانت في رفح، في خان يونس، في المنطقة الوسطى، أو في منطقة جباليا، وهذه المناطق التي تشهد عملية إبادة حقيقة في شمال غزة، أيضا هي في ارتفاع متواصل. الوضع صعب جدا، جميع مستشفيات قطاع غزة الآن، مدينة غزة وشمالها تحديدا، خرجت عن الخدمة بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقاط ومراكز طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واعتقال كوادر طبية واحتجاز المرضى والمصابين في تلك النقطة في شمال قطاع غزة، وأيضا قتل وقنص يعني إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر منذ أيام طويلة في شمال قطاع غزة. أيضا يعني المحاصرين، يعني كما جاء في يعني بيان لوزارة الصحة، أن المحاصرين داخل مستشفى العودة أيضا هم في حالة رعب وفي حالة تعرض واعتقال، يتم تعرضهم للاعتقال والقنص والتعذيب، وهم بلا ماء أو دواء أو غذاء، وأيضا يعني يعيشون ظروفا صعبة وظروفا مأساوية. أيضا لا زالت كتائب القسام وسرايا القدس والأجنحة المسلحة التي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال، سواء كان في خان يونس أو في مناطق شمال قطاع غزة، يعني لا زالت تستهدف الدبابات والأليات الإسرائيلية. هنا في خان يونس على وجه التحديد تم استهداف كتائب القسام، أعلنت عن استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس، وأيضا يعني كان هناك حديث عن تمكن مجاهدي القسام من استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين أيضا بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس. لذلك كانت عمليات القصف عنيفة جدا في مناطق شرق خان يونس وشمال خان يونس، وهما يعني محوري القتال العنيف والشديد الذي تدور به الاشتباكات العنيفة بين المقاتلين وقوات الاحتلال. وهذه المناطق حتى هذه اللحظة لا زالت الدبابات والأليات الإسرائيلية متموضعة في هذا المكان دون تقدم ملحوظ ودون يعني الدخول والسيطرة على مناطق أخرى كالأحياء الجنوبية التي طالبت إسرائيل بإخلائها من جنوب مدينة خان يونس. حتى الآن لا توجد سيطرة على هذه المناطق، هناك اشتباكات عنيفة، هناك انفجارات أيضا كبيرة، قذائف الهاون، القذائف الموجهة، يعني عدد كبير من او يعني اشتباكات عنيفة جدا تدور في محوري القتال في شمال خان يونس وشرق خان يونس، بالتزامن مع عمليات القصف المدفعي العنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية والقصف الجوي أيضا المتواصل على يعني بين الحين والآخر على مناطق مختلفة، سواء كان في شرق خان يونس أو في منطقة غرب خان يونس في منطقة المخيم وحي الأمل والأطراف الغربية للمحافظة.